Arrière-plan. Arrière-plan. 50 مليمتر من الأمطار تكشف الأعوار. هذا هو الحقيقي. أولا نزول الأمطار ما كانش كبير عكس ما مشى في الانطباع العام لدى الناس، يعني نسبة تقريبا كانت لافتة في جهة رأس جبل ببنزرت، تقريبا النسب كانت معقولة تعتبر قياسية، ولكن في بقية الجهات الأمطار كانت معقولة على مستوى نسب نزولها، ربما في الوقت هكا على كان قصير، وبفعل تغيرات مناخية وفعل حرارة الطقس اللي عرفتها البلاد المدة الأخيرة تكون معنا في مستوى الانسياب قوية شوية، ولكن في المحصول العام ما هيش أمطار كبيرة وما هيش أرقام قياسية، إلا أن المخلفات متاحة كما لو كانت قياسية. وهذا اللي همنا في هذا الإطار. توفوا 3 مواطنين توانسة، الله يرحمه. ربي يرحمهم وربي صبر عائلاتهم، وهذا موضوع ولا مقلق بالحق. كل سنة كل أمطار إلا ونخلفوا وفيات وضحايا، هكذا يمشون مجانا والدنيا تفيد. توا تصاور نشوفوا فيهم المستوى الثاني تتكلم. هذا اللي حبيت نقول توا كان نحكيه، شفنا الوفيات، شفنا غرقان سيارات، شفنا كياسات مكسرة. العاصمة فقط تونس العاصمة لهنا، النفق جديد متاع المطار تبلع بالماء، باب السويقة المدخل الحماية المدنية باش الناس أنقذوهم، يعني كانت ممكن تقع كوارث. تعرف معناها كرهبة تحصل في الماء راهو خطير ياسر، وراهو ممكن بسهولة الناس اللي فيها يتوفاو. في منوبة الحماية المدنية كذلك دخلت تقريب في أكثر من 12 دار وعائلة لإجلائهم وإخراج المياه. السكك الحديدية توقفت بين الكاف وسليانة وتونس العاصمة، وتقريبا واقفة المترو نفس العملية تعطل وما تمكنش معناها باش يؤدي سفراته العادية والاعتيادية نتاج الماء. لافايات في تونس العاصمة هنا مقاهي دخلها الماء، المرسى دخلها الماء. طبعا نتحدث على العاصمة الآن لأنه ما شفناش أضرار جانبية في بعض الجهات الأخرى، عادة كما قلت لك في القصرين ولا في بنزرت. بنزرت ثم جزء من مدرسة طاح، والحمد لله نهار أحد يعني نهار عطلة، معناها كانت التلامذة مش موجودين وما ثماش حتى الإدارة وغيرها، واستر ربي كما قال محمود. شفنا الكياسات والحالة متاع البنية التحتية في بنزرت زادة كارثية. شفنا في سليانة طرقات تكسرت أصلا ما زالت جديدة راو، والكياس يتشق على زوز وعلى 3 وتعطلت إمكانية العبور والمرور منه. يطرح نقطة استفهام كبيرة ياسر على جهتين. الجهة الأولى هي استعدادنا للأمطار، راو رصد جوي قال الأمطار باش تنزل، ورأي التوقعات كلها تقول أنه سنة باعتبار الصيف سخون ياسر والخريف طول شوية في السخانة، راو ممكن تنزل أمطار بقوة ضغط كبيرة ياسر وعندها تأثيرات تداعيات على مستوى البنية التحتية. راو مفروض زادة في مستوى المدن ننظفوا ونحضروا أنفسنا على جهة معناها قنوات الصرف المائي والصرف الصحي. هذا الكل مسار، شفنا حالة كارثية بالحق على مستوى الطرقات، والحمد لله ونشكر في هذا معناها إدارة وخبراء الرصد الجوي اللي بلغوا الناس وحذروهم من الأول. وصحيح ما صابتش الأمطار في الوقت اللي يمكن التقدير الأول، وبدأت الناس تنبر وتحكي، وهذا تقريبا الفضاء تعودنا عليه على مستوى الفضاء التواصل الاجتماعي، ولكن نزلت الأمطار وهذاك التقديرات العلم وكان ما كان، إلا أنه للأسف ما كناش حاضرين. النقطة الثانية اللي يلزم ننتبه لها قضية زهرة، تقول لك زهرة زهني تحيتنا ليها، تقول لك كان شفت ماطر شنو صار في أي يعني قلت بنزرت معناها معتمديات بنزرت كارثة بأتم معنى الكلمة. وهذا يطرح موضوع ثاني اللي قلناه لول استعداداتنا على مستوى لجان معناها التوقي من الكوارث، والموضوع الثاني قضية البنية التحتية وهالطرقات تبنى والكياسات وغيرها ما عندهاش قدرة الصمود على أبسط ما يمكن من نزول الغيث النافع. وهذا مشكل يجب يتحل فيه بالحق، بحث وتحقيق، مش أنه بحث تحقيق مش نربط الناس في الحبوسات وغير، مش هذا ومش هذا في الوارد وما نتمنى، ولكن فكروا علاش معناها تصرف الملايين والمليارات باش كياس في أول مطرة تلقاه مقصوص. شفت وظائف المدن معناها الكبيرة، فما بالك الطرق اللي هي ذات المسالك الفلاحية. هو ظهر لي خليفة ما نعرفوش كيفاش نكونوا حاضرين.
اللي فهمت قلت لك ما نعرفوش نحضر لا لا ما نعرفوش نحضروا رواح معناها خاطر مثلا تنجم تمشي للبلايص اللي مستنسين يغرقوا كل عام هذوكم تعمل فيهم اجراءات وتعمل فيهم خدمه الكياسات المبنيين في مجاري الماء يكونوا بطريقه معينه امتن اخشن تعملوا عرس تعملوا حاجه باش فما حاجات اما ظهر لي نحن اذا نتعمقوا في الموضوع الاخر مطر تنزل ياسر ولكن نحن نعجز على معناها استغلال الوفره تنزل الامطار تمشي للبحار تنزل الامطار تمشي للسباخ صحيح. تمشي هكاكا ما نستغلوهاش وهذا يلزم إعادة صياغة منظومة كاملة للاستفادة من مياه الأمطار لحظة الوفرة صحيح. باش نلقاو رواحنا لحظة الندرة واضح وفي البلاغات الرسمية بربي كيف يقولون التزام الحذر ولا ما تخرجوش من دياركم الناس راهي تخدم يلزمها تمشي تخدم على رواحها يلزم تلقى كيفاش تخدم وكذلك كي تقول يقعد في الدار الدار يفهم عباد دياري تعبى ولا عندنا خوف جماعي من الامطار تسمع الناس اليوم مطر تفصح من الخدم هي حقيقة نقولها من القراية حتى للقراية